خربشات. خربشات مع علاء الدين حسو. خربشات. خربشات مع علاء الدين حسو. هلا في كتير تصرفات معدية مثل في هنيك أمراض معدية. الله يبعدكم يبعدنا عن الأمراض المعدية وهي شغلة الأطباء، بس التصرفات ممكن نحكي عنها. ومنا هالتصرفات المعدية منا أكيد ضحكتوا رغم انه ما عرفتوا لغتهم. حلقتنا اليوم عن الضحك. الضحك هو حالة وجدانية انفعالية يمتاز بها الإنسان وحده حسب ما قال أرسطو، بس أنا ماني مقتنع من هالكلام وراح أقول في نهاية الحلقة ليش ماني مقتنع من هالكلام. عكل درسوا قالوا أن الضحك بيساعد الإنسان على أنه يدفق دمه بشكل أكثر، والجريان بيصير بشكل أفضل، وبالسالي بيصير توسع بالأوردة، وبتساعد على تحريك عضلات البطن والوجه والجهاز التنفسي، وتطرد أكبر كمية من أكسيد الكربون، وهذا كله بيؤدي أنه بيقوي عضلة القلب وبرفع من كمية الكوليسترول الكويس، وبيرفع من كمية الهرمونات الكويسة، وبيقلل من الهرمونات السيئة. يعني شغلة كبيرة هالضحك. بس عجب اين ضحك؟ الضحك اللي عادي الطبيعي ولا القهقهة بصوت عالي؟ هذا اللي لازم نفكر فيه ونعرف. عند سمعت كلمة الضحك تيري شغلة كبيرة مالي خبر. يعني أنا كنت بالباص عم سمعت ضحكات شباب اتنين، الضحكات هالباص عبت دني ضحك، أنا صرت أضحك معه، كان ضحكته ظريفة هالشاب، بس بنص الضحكات قام طلع لك واحد من هالضحك الباص ضحك لك ضحكة، قام صارت قهقها وصار يا لطيف يضحك ضحك، انقلب بعض الناس صارت تبكي وبعض الناس صارت تنزعج، وإذا الحالة اللي بنقدر نقول عنها حالة فرح وإذا صارت إلى حالة حزن وانزعاج وشمئزاز. وبالتالي قلت هالحالة الإنسانية اللي شو هي اللي بتخليها تتحول بلحظة معينة من حالة مفرحة إلى حالة مزعجة، وبالتالي واحد لازم يفكر أنه يضل ضمن الحالة المفرحة مو المزعجة. على سيرة الفلاسفة وعند رجعت وأفكر أنه شو كاتبين عن الضحك، تيري طلعت شغلة كبيرة، تيري الفلاسفة كله حكين عن هالقطة. أرسطو هي كنا نعرف عنه أنه بقول الإنسان حيوان ضاحي، بس نبه على نقطة تاني وقال أنه الإنسان بضحك على مين هو أقل منه، وبالتالي هالضحكة تعني تكبر واستعلاء، والفرح بيأتي بشعور أنه نحن أعلى منه المستوى. مشان هيك يبدو أنه المسرح قبل كان في شيء اسمه كوميديا وكان في شيء اسمه تراجيديا، تراجيديا للناس الزناجير الأغنياء والكوميديا للناس البسطاء الفقراء، يعني حالة للإزدراء. نحن ما عم نحكي حاليا أنه الضحك الكثير أو القليل الإنسان لازم يضحك، ولكن يجب أن نميز حاليا ونعرف أنه هالضحكة ما هي شغلة صغيرة، شغلة كبيرة وشغلة شغلة.
إذا عفنا أرسطو بنجي على سقراط. سقراط إيش بيقول؟ بيقول السخرية تنبع من تجاهل الذات. أما في واحد هذا هيجل اسمه بيخلي الواحد هيك يكون يعبس ويشلم، بقول الضحك بنشأ مش في تناقض بين المفهوم والمعنى. أنا ما فهمت عليه، وهذا هيجل ما بنفهم عليه أصلا، بس مع ذلك يبدل أنه اللي بيضحك كتير بشكل غريب هذا بيدل على التناقض. بعتيري الضحكة ما يشال صغيري، مشان هيك إذا ضحكت كتير وزدت عن حده بطلت صلاتك. مشان هيك رغم أنه من صفات الضحك هي لرب العالمين، بس القخها وهي اللي أنا بقصد منها أنه نبعد عنها ويبعدكم عنها. اضحكوا شاد ما بتكون، بس الله يرضى عليكم لا تقهقوا، لأن القهقه غير محمود، عادي سيئة. ما رح نقول لكل واحد والله يمسك سحاب ويخيطه على تمه وما يضحك، بس نحن نطلب من الإنسان، من هذا الشاب وهالبنت، يضحكوا بابتسامة، وما في أحلى من الابتسامة، ما يطلعوا صوت القهقهة، لأنه هي بتدل على شخصية الإنسان مثل الأكل. يعني الإنسان إذا بده تقرأ شخصيته حطه قدامه وخليه يأكل، إن شفته عم يأكل بسرعة وهمجية معناتها حياته كلها هيك، وإن شفته عم يأكل بتأني وتأني معناتها حياته كمان هني وتأني. لا بدنا أي واحد يطول على السفرة ساعات، ولا بدنا واحد يطول على السفرة ثواني، كل شيء بمقدار وأصول، والضحكة متمنى تكون بمقدار وأصول. وعدكم أنا بنهاية الحلقة أنه أنا عم بناخذ رأي أرسطو، لأنه أرسطو قال الحيوان الإنسان عبارة عن حيوان ضحك، بس أحيانا في ضحكات للحيوانات ومنا. هذا صوت ضيق عم بضحك مثل الإنسان، ويعطيكم العافية. كنتم مع علاء الدين حسو في خربشات، من إنتاج راديو فجر.